أصدقائي المتابعين، طبعا كثير منكم بيسألني عن السفر، اللي بده اللي عايشين بسوريا بدهم يهاجروا. فمن خلال خبرتي راح أحكي بهذا الفيديو كثير شغلات مهمة ومعلومات كثير مهمة. فاللي بده يسافر حلو بيقول لك إنه في مكتب بيعمل لي فيزا، في فلان بيعمل فيز، هاي القصص كلها كذب ونصب. واحد بيفوت على الفيسبوك بحقيقة بيقول لك انا بعمل لك فيزا، كلها نصب واحتيال، لا تصدق بتاتا حدا منهم. بيقول لك مكتب اعطيني 5000 دولار وبعطيك وصل فيهم وبعدين طلع لك فيزا، كله كذب ونصب. اذا انت مؤهل تاخذ فيزا ما بدك تحاش المكتب، روح لحالك واعمل الاوراق. واذا عندك حدا باوروبا في مكاتب بسوريا بتعمل لك كل شيء، كل شيء وراء للفيزا، حجز فندقي، تامين صحي، اي شيء بدك. طلع على موقع السفارة، مثلا السفارة اليونانية في دمشق، في صفحة على الفيسبوك اسمها صفحة السفارة اليونانية في دمشق، فوت عليها بتشوف الأوراق المطلوبة اللي هي طبعا حجز فندقي أو دعوة من شخص، شو في كمان برنامج الزيارة، الزيارة غايتها السياحة. اكتب على تشات جي بي تي شو أنا بدي أعمل كسائح في اليونان، بكتب لك You should go to the tourist sites like Acropolis مونستراكي، فيزيت ذا ناتشر، يعني كثير جملتين ثلاثة بكفوا، لأنه بيعرفوا الناس اللي رايح على اليونان سياحة، الدولة بتعرف. طيب، العالم اللي معهم شهادات علمية عم يدفعوا 15,000 ليجوا تهريب وما تهريب، استثمر بحالك بنفسك، تعلم إنجليزي، دفع هدول المصاري لعلمك، تعلم إنجليزي، خذ الآيلتس أو خذ التوفل، روح دروس ماجستير، تدفع 1000-2000 يورو بأفخم دولة بالعالم بيعملوا لك بيعطوك تدرس ماجستير. خلي الدراسة هي كوبري، يعني كوبري عباس، تفوتك على أوروبا أو تروح تدرس بأي دولة بالعالم. دراسة الماجستير أغلبها منح وأغلبها مجانا. فوت عمل سكولارشيب إنجليزي، بدل ما تصرفهم على مهرب وعلى مكتب سياحي وعلى ابن كلب وابن حرام، استثمرهم بنفسك. دروس انجليزي وصل لمستوى قوي كثير، فوت على الانترنت، طلع على وين في منح دراسيه، قدم عليها، بعت وراقك، بعت السي في، وفوت وروح نظامي. يعني مصاري اللي اخذهم منك هذا الكلب، انت خذ استثمرهم بنفسك بحالك، فيد حالك فيهم. حلو؟ جماعه البنات اللي لم الشمل وما لم الشمل، شم النمل، ما في مشكله. فوتي تعرفي على واحد ولملك شملك مشان تسافري، طالما انت متاحه لك للسفر وللهجره. بس اذا بدك تضحكي على البني ادم وتعمليه كبري وبعدين تقلعيه، فهذا نيتك العاطله، الله ما راح يوفقك، ثقي تماما حترتد عليكي. ما في انسان عملت هيك اجت على اوروبا الا الله عاقبها اشد العقوبات. بدك تكون نيتك صافي، حبي واحد تعيشي معه، نقي واحد على كيفك واختاري وقولي له انت بدك تلملي شملي، وبعمل بعيش معك على الحلوه والمره، كونوا شركاء بالحياه، الحياه بدها شراكه، المراه بدها رجل، الرجل بده مو انثى، هيك الله خلقنا، لا تكوني لوحدك، تمام؟ طبعا الجماعات اللي معهم راس مال وما راس مال وعندهم فلوس، حط مصاري بالبنك وروح قول انا رايح اعمل سياحه، بيعطوك فيزا سياحيه على اسبانيا، على فرنسا، على ايطاليا، على اليونان، على البرتغال بكل سهوله، يعني ما انك مضطر تدفع لاي كلب من الكلاب حتى يطلعك تهريب او يطلعك بدون بشكل غير قانوني. روح فيزا سياحيه نظاميه. طيب المنتوف على الخالص على الاخر ما معه ابدا، روح شوف وين في، وين انت بسوريا مثلا، وين روح عيش بالشام، وين في مناطق فيها بزنس شغل، عيش بالشام، اترك بلدك، اترك ضيافتك وانزل عيش بالشام، حط رجل بالشام، اشتغل. انا بقول لك شو تشتغل، اشتغل شيء تطلع مصاري، اشتغل بالمطاعم، بالاماكن اللي فيها اغنياء، وين الاماكن بيروحوا فيها اغنياء، روح اشتغل كرسون، اشتغل زت رجلك باي مطعم، باي كافيه، باي بار. ليش؟ لانه في شيء اسمه براني، البراني لحاله كثير بفيدك، بجوز تجمع 5000 6000 دولار. بعد ما تجمع مبلغ ممكن بقى تحاول تسافر على اي دوله بالعالم. طبعا كل هدول العالم مس يعني بيفقدوا شيء مهم كثير، بيفقدوا شغله كثير حلوه ومتاحه قدامك وانت ما عم تشوفها. عين فوت شوف شو في سفارات بسوريا فاتحه،
روح هدول الدول اللي فاتحين بسوريا، عندك رومانيا، عندك بلغاريا، عندك البرازيل، عندك الأرجنتين، روح هدول الدول حاول تحصل على فيزتهم بأي طريقة أو بأي وسيلة. اللي بينوي شغلة بوصل فيك تشوفه. أنا من تجربتي بالحياة وين بدي نوي، حطها براسي بدي سافر لهذا بسعر. لأصعب دولة بالعالم وقت بنوي حطها براسي بسعرية، بس خليك مصر ما تيأس. ليش دول أمريكا اللاتينية بتعطيك فيزا سياحية، علاقات قوية مع الدول العربية، بتحب العرب، الباسبور تبع سريع بتاخده قوي كتير، ما أنك بتطلب لا تجي على ألمانيا ولا تجي لي على أوروبا وكب لي كل قرايبينك اللي بألمانيا، لأنه ألمانيا ما عاد لا سوريين ولا لاجئين، وشهر العسل خلص بألمانيا. روح على البرازيل، روح على كندا، إذا عندك شهادة عندك خبرة، اشتغلت بمشفى، اشتغلت مع كبار السن، اشتغلت طاي، اشتغلت شيف، عندك إنجليزي، قدم على كندا، تعطيك كندا. البنت بدها تروح، المتدينة الملتزمة تروح على بريطانيا، بريطانيا كثير منيحة للملتزمات والمدرسة. روحي بشكل دراسي، روحي بشكل ماجستير أو دراسة بكالوريوس أو دراسة لغة إنجليزي، أي شيء، جمعي مبلغ حطيه بالبنك وقدمي على فيزا السياحة وطلعي. إذا الخلاصة إنه أنت المصاري عم تدفعهم للطريق غير قانوني فيك تدفعهم بشكل قانوني وتسافر، بس عرفت كيف تشتغل. مفتاحك أقدم شيء بيفيدك بتسافر هو اللغة الإنجليزية بالنسبة لك، قوي لغتك الإنجليزية. مشكلة إن إحنا عندنا ضعف بالثقافة وباللغة الإنجليزية، بتلاقي واحد ما عنده لا ثقافة لا مخ لا كاركتر لا شيء ولا إنجليزي كمان، شو بدك كيف بده يطلبوك؟ هو العالم مو أغبياء، يختاروا ناس معينين بيعطوهم فيز أو يطلعوهم من عندهم. ظبط حالك، ظبط لغتك، ظبط شهاداتك، خبراتك، كون ممرض نيرس، شغلة التمريض شغالة في كل دول العالم. مبدئيا امورك ما زبطت نهائيا وقتلت هوا، اطلع السعوديه منها بتنطلق لاي دوله بالعالم، اطلع اشتغل بالخليج، اطلع وين ما بدك.